لو الكمبيوتر بياخد وقت طويل عشان يفتح ففي خطوتين مهمين لازم تعملهم علشان الستارت اب يكون اسرع. اول حاجه هتعمل سيرش على كنترول بانل في الويندوز، وفوق على اليمين عند الفيو باي هتختار لارج ايكونز ودور على حاجه اسمها باور اوبشنز، دوس عليها وعلى الشمال اختار choose what the power buttons do، هتدوس على change settings وبعدين اعمل تشيك على turn on fast startup وسيف. وتاني خطوه في الكيبورد دوس على كنترول شيفت اسكيب وتحت هتختار more details، فوق في المنيو اختار ستارت اب وعند كل برنامج من دول انت ما بتستخدموش دوس right click واختار disable، وبكده الجهاز هيفتح بشكل اسرع وتبطل تسبام ريفرش.